ما يتعلق في الصلاة، الصلاة الوسوسة في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأن هناك شيطان اسمه خنزب، هذا الشيطان يلبس على المصلين صلاة. وقد جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له تلبيس الشيطان له أثناء الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا، وأن يبصق عن يساره ثلاثا، وذلك يبصق عن يساره إلى جهة القدمين ثلاثا، ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثلاثا، ويبصق عن يساره ثلاثا، وينتهي يقول فأذهب الله عني الشيطان. عندنا قاعدة في الشريعة أن الإنسان إذا شك في الصلاة يبني على اليقين، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، يعني ثلاث ما استيقن. فإن كانت صلاته تامة الحمد لله، وإن كانت ناقصة، إن كانت تامة طبعا ذكر بأنه يسجد للسهو، كانت تامة فيها ترغيم للشيطان، ترغيم إرغام للشيطان. ولذلك الإنسان في صلاته ما يحتاج إلى أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، النية محل القلب، ونبهت على هذا قبل قليل. كذلك إذا حصل له إشكال في قضية كم صلى يبني على اليقين وينتهي، يبني على اليقين وينتهي. والوسواس في العبادات في واقع الأمر في الغالب يأتي في مثل هذه المجالات،